كنخترعش باش ما يقولوش كنديروا المزايده ولا شي حاجه. هادشي هما اللي قالوه ماشي حنا. قالوا بانهم غيرفعوا نسبه تشغيل النساء من 20% اليوم الى 30% في 2026. قالوا بانهم غيفعلوا النظام ديال التغطيه الاجتماعيه. قالوا كذلك بانهم غيخرجوا مليون اسره مغربيه من وضعيه الفقر والهشاشه. وقالوا ايضا انهم غيحميوا ويوسعوا الفئات الوسطى وغيحاولوا يخلقوا الظروف المناسبه ديال الاقلاع وديال الانبثاق ديال هاد الفئات الوسطى في المجال القروي. تذكروا ما قيل على هذا المستوى. وقالوا كذلك انهم غيخفضوا من التفاوتات الطبقيه والاجتماعيه خاصه من خلال واحد المؤشر عند الجيني باش يهبطوه من 46.4% الى 39%. واخيرا عندهم التزامات اخرى باش ما نطولش عليكم في الصحه في التعليم الى غير ذلك. غنبقى في هذه الالتزامات اللي شويه مرقمه باش نحاولوا نشوفوا فين وصلوا فيها. وقالوا اخيرا هم الذين للتذكير وهادو الناس اللي حاضرين هنا اللي عاشوا هذا الشيء من داخل المجالس الحكوميه. وقالوا اخيرا انهم غيحدثوا واحد الدخل الادنى ديال الكرامه في التزاماتهم، التزامات ديال الاحزاب الثلاثه اللي كتشكل الحكومه الحاليه، ولكن خاصه الالتزام ديال الحزب الاساسي اللي هو التجمع الوطني للاحرار اللي عامل هذا الشيء في البرنامج ديالو. الان شنو عملوا بهذا الشيء هذا؟ فيما يتعلق بمعدل النمو السنه الماضيه 1.3%. ربما نقولوا ان ظروف الكوفيد والاوضاع العالميه وغير ذلك ما ساعدتهمش، لكن ما يحدث هذه السنه يدل حسب الارقام الرسميه بانهم بعاد تماما على 4%، وربما سيكون هذا المعدل ديال النمو اقل من 2%، والله اعلم بالنظر للظروف المناخيه وما يحدث في مستويات اخرى فين يمكننا نوصل. لان هما بعاد تماما على هذا المعدل ديال 4%، وبقى معدل هما استهلكوا عامين، غيكونوا استهلكوا عامين ونص تقريبا 3 سنين. مع العلم انهم بهذه الطريقه وبهذا الالتزام اللي كذلك جزئيا موجود في المشروع ديال النموذج التنموي كيفوتوا على الاقتصاد الوطني امكانيه اضافيه مداخل ديال 475 مليار درهم ديال انتاج الخيرات دو كرياسيون دو ريشيس، بالنظر لعجزهم على انهم يوصلوا الى هذه النتائج. بالنسبه للتشغيل، الاقتصاد الوطني ضيع في هذه السنوات الاخيره ما يناهز واحد 24 الف منصب شغل كل سنه. والارقام الاخيره ديال المندوبيه الساميه ديال التخطيط تدل على انه غنوصلوا ل 12. وصلنا ماشي غنوصلوا ل 12.9% ديال نسبه البطاله. تقول 13 وصلنا لها. اخر مره وصلنا لها كانت في سنه 2000 مع بدايه حكومه التناوب في البدايات ديالها. تذكروا انذاك كنا خارجين او نسبوا الى الخروج مما سمي بالسكتة القلبية. بمعنى 23 عام بعد ذلك نصل الى هذا الرقم هذا اللي هو خطير. وبالطبع عوض كما التزموا بذلك اننا نحدثوا 200 الف منصب شغل سنويا باش نوصلوا لمليون الف منصب شغل اللي قالوا مليون عفوا من منصب شغل اللي باش نوصلوا له في نهايه الانتداب ديالهم او الولايه ديالهم. احنا الان كنفقدوا ما يناهز 280 الف منصب شغل. هذا دل على فشل حقيقي على مستوى احداث واحد الديناميه اقتصاديه اللي تخلق حقيقه فرص ديال الشغل. وساعود جزئيا لمساله ديال اللي بغاو يغطيو بها واللي هي اصلا جزئيه وما يمكنش تغطي على هذا العجز اللي هي المساله ديال فرصه وديال اوراش. لان اصلا
محاولة تغطية الدينامية الاقتصادية بكاملها بجوج ديال البرامج جزئية اللي للتذكير برامج من هذا النوع تعملوا من قبل مختلف الحكومات التي تعاقبت منذ على الأقل حكومة التناوب إلى الآن، وهما كيجيبوا لنا هذا الشيء كامل وكأنه جديد، عمرو ما تعمل، كيغيروا الأسماء وكيعاودوا يحطوهم لنا، وغنعطيكم عمليا الأرقام اللي نسجلوها على هذا المستوى. بالنسبة للنسبة ديال التشغيل ديال النساء هما بعاد تماما على 30%، بل هناك تراجع اليوم على هذا المستوى بالنسبة للنسبة ديال 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 التشغيل. النظام ديال التغطية الاجتماعية، النظام ديال التغطية الاجتماعية كيظهر لي انكم عارفينه وعارفين ماذا يقع، ويكفي خاصة بالنسبة للمدينة اللي فيها آفات اجتماعية أساسية بحال فاس، تعلمون أنه على مستوى الأرقام وعلى مستوى هذا الطموح ديال تعميم، طيب داروا واحد العدد ديال الإجراءات، دوزوا واحد العدد ديال المراسيم، مع العلم أنهم هنا كذلك، هذا نسيت ما نأكد عليها في البداية، كل ما تم القيام به من قبل منهم ما موجودش، ما كاينش، كاين واحد التغييب حقيقي ديال كل ما تم من قبل، ولو انهم كانوا في قلب هذا الشيء اللي تم من قبل، كانوا في قلبه وكانوا يتحملون مسؤوليات اساسيه في تسيير مختلف الحكومات بما فيها الحكومه اللي كان كيتراسها السي عبد الاله ثم السي سعد الدين، بمعنى كانوا في قلب الوزارات الاساسيه المنتجه، كانوا هما اللي شادينا، ولكن هما كاين فيه كل شيء. ومن ضمن الامور اللي كاين فيه هو بانه هذا المشروع ديال الاصلاح ديال التغطية الاجتماعية يعود إلى حكومة سي عبد الرحمن اليوسفي، راه بدا مع ذاك الوقت وتراكمات واحد العدد ديال الإصلاحات، وجات الحكومتين الأخيرتين يعني قبل منهم وفعلات فيه عدد من الخطوات، عاد جاو هما أشنو عملوا؟ عمليا خرجونا من الرماد، دخلونا لامو، ولكن كيف؟ سيروا غير لهنا الفاس، شحال من وحدة وشحال من واحد مسجلين ما كيشتغلوش عمليا، ولكن تسجلوا وطلبوا منهم واحد 180 درهم كحد ادنى ديال المشاركه، والى عندهم الى كيدخلوا واحد 600 ولا 700 ولا 800 درهم في الشهر من خلال الترقاع، شي خدمات، امراه كتخيط في الدار ولا شيء من هذا القبيل، راكم كتعرفوا هذا الشيء كيفاش يتم، وكيقولوا بانه عمليا هما عموا الان، هذه الجانب الاول، ولكن كيف؟ ثانيا الامكانيات الماليه الهائله اللي هما محتاجينها لهذه التغطيه ما كيقولولناش لحد الان منين وجاتهم، وساعود لهذا الامر كذلك بالنسبه للسنه الماضيه على وجه الخصوص، مداخل ما كانتش منتظره واستعملوها اللي هي مداخل ديال الضرائب غير المباشره نتيجة عن التضخم اللي كان وعن الارتفاع ديال الأسعار اللي كان، واستعملوها وما بغاوش أبدا أنهم يستعملوها لو جزء منها من أجل محاربة هذا الغلاء ديال الأسعار، أو محاولة دعم الأسر الفقيرة باش على الأقل تحمل جزء من هذا الغلاء. ضف إلى ذلك أنه بغيتكم تلاحظوا معايا مسألة اللي احنا كثير عندنا واحد التحفظ كبير وكبير جدا، واعتقد ان مدينه فاس على غرار مدن اخرى كبيره تعيش نفس هذه الوضعيه، ربما تاكدوها لي لانها موجوده في كل المدن، هو انه فين ما مشيتي الان في واحد العدد ديال المدن كتشوف انه نبعات مصحات خصوصيه. علاش؟ حتى الدراسات الرسمية، واعتقد حتى الـ ACP قال هذا الشيء، هذا حسب المعطيات اللي موجودة اليوم يبدو ان 80% من الموارد المخصصة لهذه التغطية الاجتماعية تحول تدريجيا الان الى هذه المصحات الخصوصية. أيننا في العمق من الأهداف السامية ديال التغطية الاجتماعية؟ أيننا من وضعية المستشفى العمومي؟ أيننا من وضعية الصحة العمومية؟ وكيف سيتم التعامل؟ يعني إلا كنا غنديروا هذا الشيء باش نغنيو واحد العدد ديال الناس
مزيان يكونوا قوة إضافية مواكبة، لكن أنه الجزء الأساس ديال هادشي اللي كيتعمل يولي محول إليهم. وإلا كانوا هاد الناس كيبنيو كيزيدوا يبنيو في المصحات معناه كاين علاش، وإلا ما غيديروش هادشي هذا. وهذه هذا الأمر تلاحظونه في كل المدن المتوسطة والكبيرة في المغرب. الموضوع ما نطولش أكثر، الموضوع ديال إخراج مليون أسرة من الفقر. وبالمناسبة كنت باغي نعنون هذا المدخل هذا أننا نحاول نمشيو نرجعوا هذه الحكومة في شعار أساسي لها، وهو شعار الدولة الاجتماعية. هذه الدولة الاجتماعية احنا كنشوفوا المقومات ديال الدولة الاجتماعية فين غاديين بنا الآن، وكيف تبلور هذه الدولة الاجتماعية على أرض الواقع. هذا الشعار اللي خداوه اللي هما بعد عليه كيف يبلورونه في الواقع وعلى الميدان. قالوا لنا بأنما غيخرجوا مليون أسرة من الفقر. الـ 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 الأرقام اللي كاينه اليوم اللي عاود عطاها المندوبية السامية ديال التخطيط هو أنه في المغرب أرجع للوضع اللي كان عليه في 2014، وأنه عمليا واحد 3.2 مليون ديال الأسر اليوم بالنظر لهذه التطورات باش تكون موضوعيين. هذا الشيء لعب فيه الكوفيد ولعب فيه الأوضاع الدولية أكيد، يعني هذا الشيء اللي عشناه. لكن النتيجة اليوم ماشي أنهم خرجوا أو بصدد أنهم يخرجوا مليون أسرة من الفقر ومن الهشاشة، بل أنهم اليوم انزلقوا إلى الهشاشة وإلى الفقر 3.2 مليون ديال الأسر. 1.15 مليون الفقر و 2.05 مليون في وضعية الهشاشة. وهذا الشيء بين راه الأزمة الأخيرة اللي عشناها ديال الشهور الأخيرة ديال الغلاء ديال المعيشة تبين ذلك بشكل جلي في وقت لم تلتفت أبدا الحكومة إلى أي اقتراحات، اقتراح من الاقتراحات اللي تقدمنا بها عموما كأحزاب ديال المعارضة باش أنها تحاول على الأقل تراقب هذا الغلاء وهذا التضخم وتعمل مع عملته بعد الدول الأخرى. ماشي زعما قلنا لهم شي حاجة اللي غريبة،